السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع الابتدائي مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برانيا. اليوم الدرس الكسور العشرية والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية. كسور عشرية اللي احنا خدناها، الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية. عايزين نفرق بينهم ونشوف الأعداد المتساوية فيهم ايه. يعني 1.25 ده كسر عشري. واحد ادي العلامة العشرية اهي 25%. ليه قلنا من 100؟ عشان العلامة العشرية بعد رقمين، يبقى نقول من 100. لو العلامة العشرية بعد رقم واحد نقول منين؟ من 10. هنا واحد، واحد على 4 ده كسر اعتيادي، عدد كسر اعتيادي. ليه؟ يوجد عدد صحيح وكسر، لكن هنا عدد صحيح وكسر عشري. طيب 25%، مفيش عدد صحيح، يبقى مفيش عدد، نقول كسر عشري على طول. 1/4 ده كسر اعتيادي، ما نقولش عدد كسر اعتيادي. ليه؟ ده مفيهوش عدد صحيح. قارن مستعملا، ها، اكبر من، اصغر من، يساوي. 1.25 احنا قلنا الربع كام؟ ها، الربع 25%. يبقى يساوي ولا اكبر من ولا اصغر من 1.25؟ ها، يساوي، احسن. يبقى 1.25 يساوي 1.25. هنا 9.2 من كام؟ من 10 ولا من 100؟ احسنت، من 10، لان العلامه بعد رقم واحد العلامه العشريه. يبقى 9.2 يساوي 9.2/10. هنا 3.3 على 100، هنا 3.3/10. طب دي لو حبيت اخليها على 100، التلاته على 10 دي لو حبيت اخليها على 100 هتبقى كام على 100؟ ها، هنزود هنا صفر وهنا صفر، هتبقى 30/100. طب التلاته على 100 اكبر ولا اصغر من التلاتين على 100؟ ها، اصغر، يبقى علامه اصغر من. طيب هنا 3.3 من 100، يعني 3.3 على 100، وهنا 3.3 على 100، بنحط علامه ايه؟ يساوي. حدد النقطه التي تمثل كل من الاعداد الكسريه او الكسور العشريه على خط الاعداد. طيب هنا خلي بالك كام علامة؟ 1، 2، 3، يبقى المقام كامل زي ما احنا قلنا قبل كده 4. ماشي، هنا 1/4 وهنا 2/4 وهنا 3/4، يعني هنا 25%، 8.25 هنا 58%، 8.75 هنا، 9.25 هنا، 9.75 هنا، 9.75 هنا، 59%. هو عايز 9.6/10. يعني ايه 9.6/10؟ يعني 69/100. 69/100، وين 69/100؟ هنا كام؟ 59%، يبقى رقم ايه؟ الحرف ها، يبقى نختار ها. طب دي 8.2/10، يعني 28/100، 28/100، هنا 8.25 اللي هي 8.25، يبقى اللي جنبيها ايه؟ ألف. 8.4/5، الخمسة دي هنخليها 100 نضربها في كام؟ في 20، والأربعة نضربها في 20، تبقى 8 ها و80/100، 88/100، وين 88/100؟ دي 8.75 ها على 100 اللي جنبيها جيم. 9.25، يعني 9.25/100، 9.25/100 اللي هي دال. يبقى كده ها، ألف، جيم، دال. رتب الأعداد الآتية من الأكبر إلى الأصغر. خلي بالك هنخلي المقام كله 100، دي 10 نص، يعني 50/100.
وهنا 10 و90 على 100، 10 و36 على 100، 10 و75 على 100. أكبر عدد كام؟ طبعا كله 10، الأعداد الصحيحة 10، يبقى تشوف الكسر هنا 50 90 36 75، يبقى أكبر عدد 10 و90 على 100 اللي هو 10 و9 من 10. اللي أقل منه 10 و75 من 100، اللي أقل من 75 36 ولا 50 50، يبقى 10.5. أصغر عدد 10 و36 على 100. طبعا لازم عشان نفرق الأعداد نوحد المقامات، نخلي المقامات كلها كام؟ أكبر مقام كام؟ 100، نخليها كلها 100. وطبعا عارفين نص يساوي 50 من 100، اللي هي 50 على 100. ربع قلنا كام؟ 25 من 100، اللي هي 25 على 100. ايه تاني؟ 3/4 او 3/4، 75 من 100، اللي هي 75 على 100. طبعا الكلام ده خدناه الحصه اللي فاتت، بس بنراجعه تاني الحصه دي، ونراجع الكلام ده كويس، ونحل الامثله دي، ونحل الواجب تمرين 8 و9 صفحه 172 كتاب الطالب. واي استفسار احنا معاكم على منصه مجمع مدارس جيل المستقبل الاهليه برانيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.